هذه قيمة لولا هالخيدمة وانطاني رفعة حب ابو اليمة انا اختصر كل عمري باللاطمة ذخر قابري ذخر قابري ما عندي قيمة لولا هالخيدمة وانطاني رفعة حب ابو اليمة انا اختصر كل عمري باللاطمة ذخر قابري ذخر قابري اضيعا اذا بابك انسيت حبيبي علي احلفك يا ابو اليمة خاطر رقية اريد بخدمتك اظل البنية اضيعا اذا بابك انسيت حبيبي علي احلفك يا ابو اليمة خاطر رقية اريد بخدمتك اظل البنية والله جناح فرقتك ما عرف جفني بدموعك لا تظنين اتنفس انا وبس هواي يطف حلم عمري حلم عمري والله جناح فرقتك ما عرف. بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناة المهد الفضائية اهلا وسهلا بكم في هذه التغطية الخاصة عن خدمات موكب خيمة عبد الله الرضيع. طبعا هذا الموكب لدولة الكويت يقع في عمود 1013. الموكب كثير يقدم خدمات للزائرين الذين يقصدون سيد الشهداء الإمام الحسين عليه السلام في أربعينية الإمام الحسين. الموكب يضم عدد كبير من الخدام وكذلك مكائن كثيرة لعمل الكباب والشاورما وأيضا هناك مخبز ومعجنات وعصائر وتوفير كل ما يحتاجه الزائر. إذن أعزائي المشاهدين كونوا معنا وهذه التغطية الخاصة عن موكب خيمة عبد الله الرضيع دولة الكويت من مدينة كربلاء المقدسة طريق نجف إلى كربلاء عمود 1013. يا مالك احساسي وحق ربك قرقانه لو متعلق بحبك ابتر اجزامي لو نسيت دربك عهد باقي عهد باقي يا مالك احساسي وحق ربك قرقانه لو متعلق بحبك ابتر اجزامي لو نسيت دربك عهد باقي عهد باقي اجيلك على راسي ارفع يا غالي رايه عليها ترجمان الحكايه حسين البدايه وحسين النهايه اجيلك على راسي ارفع يا غالي رايه عليها اترجم. أعزائي المشاهدين طبعا تشوفون شوايات الدجاج، طبعا هاي شوايات الدجاج راح يحدثنا عنها اخونا خادم الحسين ابو فضه سجاد. السلام عليكم. حياكم الله. كيف الحال سجاد؟ اولا السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى اولاد الحسين، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نرحب بقناه المهدي بموكبنا موكب خيمه عبد الله الرضيع، حياكم الله ويا تل ابيب. طبعا احنا ايضا خدام هذا المضيف العريق بناسه، حياكم الله. فترة طويلة واحنا نعيش معاكم يعني في كل سنة انتم موجودين ويانا ومغطين. نعم. مغطين الموكب وعمل الموكب. سجاد حدثنا هاي الشواية كم دجاجة تشيل؟ هاي الشواية تشيل 130 دجاجة 26 شيش. نعم. كل شيش يشيل 5 دجاجات. كم شواية عندك هنا؟ عندي 6 شوايات. نعم. يومية اشغل 4 الصبح و4 العصر. نعم. حوالي 1000 دجاجة. ألف؟ 1000 دجاجة يومية. نعم. بدينا من 150 دجاجة من بداية 8/0 وصعدنا شوي شوي الى 350 على عدد زيادة نسبة الزوار الى 500 الى 600 زودناها وصلناها للألف الحمد لله. شاء وان شاء الله باكر
حوالي بال 1500 دجاجه. ربي يبارك فيك وربي يحفظك وان شاء الله قابل لزياده. لا الحمد لله وشكر خدمه ابو عبد الله، نتمناها كل سنه ان شاء الله. حياكم الله بيت هذه، ربي يحفظك الغالي. ايضا بالسنوات القادمه نلقاك ان شاء كل الله. كل الهلا كل الهلا ان شاء الله، كم يكون ازيد طبعا وزيد. هاي ثاني سنه انت ويا ثاني سنه تلتقي فيها ان شاء الله، احنا سنويا ان شاء حياك الله. حياك كل الهلا بك، ربي يحفظك فدوا رحله. اعزائي المشاهدين سوف اترك المايك الى زميلي حسين الاميري ايضا اليوم اللي ايضا حضر ويانا في هذا الموكب العريق، موكب خيمه عبد الله الرضيع، فكونوا مع حسين الاميري ان شاء الله. والله جناح فرقتك مار، جفني بدموعك لا تظنين، اتنفس انا وبس هواي يطف حلم عمري حلم عمري. والله جناح فرقتك ما عرف، وجفني بدموعه لا تظل ينشف، اتنفس انا وبس هواي يطف حلم عمري حلم عمري. ازورك بهمومي وحنيني وبقايا عمري، مثل فطر سنت تشافي لكسري، يا ابو اليم بيدك صبح والله امري. ازورك بهمومي وحنيني. نعم احبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الامام المهدي الفضائية، شكرا للزميل العزيز قاسم الصالحي. نتشرف اليوم ان نكون في هذه الخيمة المباركة، خيمة عبد الله الرضيع عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. وهذه الخيمة مثل ما تعرفون أحبائي المشاهدين أشهر من نار على علم. تحاول هذه الخيمة تقديم الخدمات لزوار أبي عبد الله الحسين بأرقى الأشياء إذا صحت العبارة. خلينا نشوف خدمة أبي عبد الله الحسين في هذه الخيمة وأحد خدام الحسين وياي. سلام عليكم داداش، كل سنة واشين. سلام اسمه شريفتهم حبيبي بوغياني. شو كلامه؟ عش كلهم شهرستان؟ از یاز. کارتون چیه دقیقا اینجا؟ اینجا همین خدمت بلا زواره امام حسین دیگه همین. هر کاری که دستمون بر بیاد. طبعا احبای المشاهدین يقول انه الاخ العزيز جاي من مدينة يزد الإيرانية وهو يتشرف بخدمة زوار المولى ابي عبد الله الحسين عليه افضل الصلاة وازكى السلام. تقريبا چند تا کاوا میدید روزانه؟ هر ساعتی 1000 تا دستگاهی. خب ما دیگه از صبح که شروع ساعت 9 شروع میکنن دیگه تا ساعت 2 بعد از شب، بالاخره یه ساعت دو ساعت شاید زور تعطیل کنن. دوباره شب هم میگم مثلا آمار کباب ترکی اونا زیاد باشه تو خدمه نیستن که پذیرایی کنن، یه ساعت هم اونجا رو کم کنیم یا یه دستگاه کنیم اینجوری. ولی در کل روزی 12 13 ساعت بیشتر دو دستگاه دارم میزنم. ساعتی هم 1000 تا، یعنی 2000 دو تایش 2000 تا میزنم. طبعا احبائي المشاهدين يقول انه يوميا من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة الثانية ليلا هذه الماكينة تشتغل، ماكينة الكباب. تقريبا 2000 سيخ يوميا كل ماكينة، اي الماكينة الواحدة تعطي 2000 سيخ يوميا. خلاص دست دانا کنه قربان شما جاکرم. سلام وظیفه بود آقا، سلامت سلامت باشید. نعم احبائي المشاهدين متواصلين معكم، وهذه التغطية من داخل خيمة عبد الله الرضيع عليه افضل الصلاة وازكى السلام. نقدر ننتقل للاخ الثاني؟ نعم ننتقل الى الاخ العزيز الثاني. سلام عليكم. سلام عليكم. عربي او فارسي؟ فارسي عسلامة. خوش بلد فارسين؟ خير ممنون. سلام. اسمه شريفتون؟ احمد. شو بيريد؟ ايران. ياس. هل سؤالين جاي؟ صلاة بلد. طبعا احبائي المشاهدين الاخ العزيز يقول انه جاي من مدينه يزد وهذه اول سنه يخدم في موكب عبد الله الرضيع. شو تور دي زيارات رو؟ عالي عالي عالي. شما كارتون چيه دقيقا؟ كباب برمي داريم. كباب. نعم احبائي المشاهدين يقول انه هذا العام زياره جيده لله الحمد والمنه، وشغله هو فقط للكباب. فإن شاء الله تعالى الله يوفقهم في خدمة سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. أتواصل معكم من خلال هذه الخيمة المباركة وهذه انتقالة للزميل العزيز قاسم الصالحي، فإلى هناك. حلم عمري حلم عمري. والله
ما جناح فرقتك ما عرف وجبني بدموعه لا تظل ينشف اتنفس انا وبس هواي طف حلم عمري حلم عمري أعزائي المشاهدين طبعا هذا فرن الخبز العربي اللي قدموه بالموكب طبعا أوتوماتيكي على الكهرباء ومثل ما تشاهدون طبعا أعتقد يعني إحنا ما لقينا بس الإخوان خدام الحسين هم جاءوا أيضا معهم من دولة الكويت من الجنسيات الآسيوية من باكستان. كيف حالك؟ إن شاء الله زين. زين زين تمام. كم خبزة في الساعة؟ ويسا وايد سكن اثنين خبز وايد سكن اثنين خبز يجي ايه هنا باللاقة 20 خبز 20 خبز وايد لاقة وايد تشيز يا مالك احساسي وحق ربك قرقان انا ومتعلق بحبك ابترك زامي لو نسد دربك عهد باقي عهد باقي يا مالك احساسي وحق ربك غرقان انا ومتعلق بحبك ابترك زامي لو نسد دربك عهد باقي عهد باقي اجيلك على راسي ارفع يا غالي رايه عليها ترجمان الحكايه حسين البدايه وحسين النهايه اجيلك على راسي ارفع يا غالي رايه عليها اترجم معاني الحكايه حسين البدايه اريد بخدمتك اظل البنية اضيعا اذا بابك انسد حبيبي علي احلفك يا ابو اليمة خاطر رقية اريد بخدمتك اظل البنية والله جناح فرقتك ما عرف جفني بدموعه لا تظن ينشف اتنفس انا وبس هواي يطف حلم عمري حلم عمري والله جناح فرقتك ما عرف وجفني بدموعه لا تظن ينشف اعزائي المشاهدين طبعا دخلنا الى هذا المكان اللي هو مختص بصناعه قوالب الثلج طبعا قالب ثلج سميك وكبير وايضا تجميده ممتاز يخزن في هذا البراد طبعا يستعمل للعصائر اللي موجوده بالموكب وكذلك ايضا هناك معمل للمياه فيبرد بواسطه هذه القوالب وايضا عندهم فايض يتوزع على المواكب القريبه تكون من موكب خيمه عبد الله الرضيع شافي لك أزريك يا ابو اليمة بيدك صبح والله مريك حسين حسين يا أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية أتواصل معكم دائما عبر هذه الشاشة المباركة وهذه الخيمة المباركة خيمة عبد الله الرضيع وخيرات سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وراح نتعرف على نشاط هذه الخيمة المباركة من خلال الأخوة خدام الحسين اللي جاي يشتغلون جاهدين في هذا العمل المبارك. السلام عليكم ورحمة الله أجرك إن شاء الله حبيبي على رأسك صحتك الحمد لله. اسم حضرتك؟ يحيى. يحيى من وين جاي يحيى؟ من موسم. حياك الله على رأس أحبائي المشاهدين. شوف يعني جميع الجنسيات موجودة في هذه الخيمة
يعملون جاهدين لخدمة السيد الشهداء الإمام الحسين. يحيى حبيبي، أول سنة تجي أو جاي قبل؟ أنا صار لي 8 سنوات أجي أخدم. أنت مقيم بالكويت؟ لا، أنا بالموصب سنين موجود. ما شاء الله. مو رايح. عيون على راس. شلون نشوف العمل؟ الحمد لله زين. الحمد لله. زين. لا تنسانا بالدعاء. نعم أحبائي، متواصلين معكم، وهذه الخيمة المباركة، خيمة عبد الله الرضيع. معنا أيضا أحد خدمة أبي عبد الله الحسين. السلام عليكم عزيزي. مية تلال المسلم أجلنا وأجلك، رحم الله والديك. الحمد لله خير. أخيرا لقينا عراقي. الحمد لله والشكر. لا عراقيين موجودين هواي إن شاء الله. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. أريد تنطي للسادة المشاهدين معلومات من الألف للياء عن نشاط هذه الخيمة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. والله هذه الخيمة المباركة هي ما شاء الله مستمرة بالتوزيع على مدى 24 ساعة بدون توقف، من المشويات إلى الحلويات العصائر، ما شاء الله خيرات كثيرة، خيرات الحسين والحمد لله والشكر. وهالكادر هذا ما شاء الله متشكل، الكويتيين سعوديين من كل البلدان ما شاء الله مشاركين في هذا المشروع. الحمد لله والشكر. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الله يحفظه. انت من يوم محافظه؟ انا من البصره. من البصره. الحمد لله. كل سنه تجين هنا؟ كل سنه اجي اخدم هنا. الحمد لله والشكر. انا ما شاء الله جاي اشوف صايره مدينه ما شاء الله، عيني بارده، مبيت وغيره وغيره. هل اكو مبيت للخدام موجود؟ مبيت للخدام درجه اولى، تبريد، يعني كل شيء متوفر. يعني يجوز اقول لك احسن من البيت. مرتاحين والحمد لله والشكر، والله يوفقنا ويوفقكم ويوفق الجميع ان شاء الله. امين رب العالمين. الله واديك الجميع ان شاء الله. قلب اخوي الله يحفظك. نعم احبائي، متواصل معكم وخدمه ابي عبد الله الحسين في هذه الخيمه المباركه، خيمه عبد الله الرضيع. معنا ايضا احد الخدام. السلام عليكم. وعليكم السلام يا حياكم الله، اهلا وسهلا حبيبي. الله يحفظك. من حضرتك؟ انا من البصره. والله والنعم. والنعم منك. الله يحفظك. تعرفني على اسم حضرتك؟ انا حيدر الراضي الصافي. الله يحفظك ويحييك. الله يسلمك. شنو الخدمه اللي تقدمونها هنا؟ والله احنا هاي صارنا 8 سنوات على هاي الخدمه، يعني نقدم هاي الكباب والقص والدجاج والبيزا بالليل والمعجنات اثناء والريوقات الصبح، والحمد لله وشكر مستمرين على هاي الخدمه اللي هي شرف لكل واحد يتمناها. الله يحفظك حبيبي. اكيد شرف للجميع وكل شخص يتمنى. سولف لي عن التعب شلونه؟ والله الحمد لله ما يضيع بوجه الحسين ان شاء الله. اكيد كل تعب ما كلها راحه نحسها، وهاي نتمناها وجاي يعني نضوج الايام تخلص يوم عن يوم. والحمد لله والشكر، الله يوفق الجميع ان شاء الله. الله يحفظك. الله يسلمك. ويانا ايضا الاخ العزيز. السلام عليك. السلام ورحمه الله. اجلنا واجلك حبيبي. من العراق حضرتك؟ من العراق، مقيم بالكويت. الله يسلمك حبيبي. الله يخليك. الله يسلمك. شلون نشوف الخدمات المقدمه من قبل خيمة عبد الله الرضيع للزائرين الكرام، وشلون نشوف اقبال الزائرين؟ والله في اقبال هو قوي، واحنا قاعد نسوي كل هذا اللي قاعد نسويه وتشوفه، هم في قصور من عندنا، وان شاء الله القادم افضل. الله يسلمك. الله يخليك. الله يحفظك. الله يسلمك. اجدنا واجلك. حياك الله. احبائي متواصل معكم، وهذه التغطيه من طريق النجف كربلاء وخيمة عبد الله الرضيع. سلام عليكم حجينا. سلام. هل شو اخو بيه؟ الحمد لله زين. دو الشيء اسكو رتا شيف مياني ما كويت مي ايراني اسكو اس كويت مي اسكو دوم شهر ايران زهرون خيلي خوش هذا. طبعا احبائي المشاهدين، الحجي الله يحفظه خادم الحسين مقيم في دولة الكويت، وهو من ايران من مدينة جهرم. ها جوا با انسان نسالي كداري ما نميقان بيرا ماردي هنوز جووني بلي احساس خاستقي نيس. نعم بري احلفك يا ابو اليمة خاطر رقية. خاصكي ندري من الامور. همه چی به ما داد، همه چی به ما داد آقا ابا عبدالله. می درسی به من داد. یا حسین. یا حسین. اجر خودتونم به امام حسین. زنده باشی. قربان. لطف کردی امو جان. لا محبايي، هذه مشاعر الخدام، مشاعر الزوار حقيقة فشيء عجيب غريب. والله إذا نطلع من نطاق المكان هذا نروح نباوع للمكان من بعيد ونشوف شنو جاي يسوون، راح نشوف إنه قضية جنون. والله قضية جنون في حب سيد الشهداء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام. أتواصل معكم من خلال هذه الشاشة المباركة، وهذه انتقالة للزميل قاسم الصالح. اتنفس انا وبس هواي الطف
حلم عمري حلم عمري أزورك بهمومي وحنيني وبقايا عمري مثل فطرس انت تشافي لكسري يا ابو اليمة بيدك صبح والله أمري. أعزائي المشاهدين شكرا للزميل حسين طبعا توكبها شاهدون هذه الأشياء اللي هي اللي شاوربها دجاج طبعا عليها من الناس المبدعين في فن الشوي الله يحفظهم إن شاء الله. السلام عليكم سيدنا. السلام عليكم. هلا بالغالي. أشوف هذه الأجواء حارة وأنت تعمل بعد الحسين. الحسين كل شن كل شن نسوي له إحنا. قد الوزن هذا الشيء كلهن هسه كلهن خمسة طن. خمسة طن يوميا تشوي خمسة طن؟ لا باستمرار من بداية الزوار بدأت قلة الزوار فأول بداية طنية فبعد شوي شوي يضل أكثر أي آخر الأيام يصير عشرة طن بعد أكثر. بارك فيك الله يخليك. أعزائي المشاهدين طبعا كما تشاهدون الكل يعمل في هذا الموكب من أجل أن يدعموا زوار الإمام الحسين عليه السلام وهم في طريقهم إلى مدينة كربلاء المقدسة. بهذه التغطية إن شاء الله وصلنا إلى نهاية تغطية هذا اليوم من موكب خيمة عبد الله الرضيع. إن شاء الله نتمنى لكم مشاهدة ممتعة ودعائكم إلى كل خدام زوار سيد الشهداء أن يحفظهم إن شاء الله والله يخليهم ذخر إن شاء الله لزوار سيد الشهداء. إلى أن نلتقيكم في تغطية أخرى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبيبي علي أحلفك يا أبو اليمة خاطر رقية أريد بخدمتك أظلل مني والله جناح فرقتك مارف جفني بدموعك لا تظنين اتنفس انا وبس هواي يطف حلم عمري حلم عمري والله جناح فرقتك مارف وجفني بدموعك لا تظنين اتنفس انا وبس هواي يطف حلم عمري حلم عمري أزورك بهمومي وحنيني وبقايا عمري مثل فطرس انت تشافي لكسري يا ابو اليمة.